انت برضو لسه مصممه يا حنان انك تروحي المشوار ده؟ ايوه يا حاج، انا ما اقدرش اشوفك كده والحزن مالي قلبك واقعد اتفرج عليه. دي مش 10 يوم، دول 10 سنين. ومين قالك اني زعلان؟ دي اراده الله وانا راضي بالمكتوب. بس ربنا قال ممكن تتجوز واحده واثنين وثلاثه. انت عارف ان الدكاتره قالوا ان مفيش امل في الخلفه مني، ودي حكمه ربنا. وانت نفسك في ولد. ايوه بس انا بحبك يا حنان وما اقدرش. بس الحب مش انانيه. صحيح هيبقى قرار صعب عليا، بس انا هبقى سعيده لما اشوف لك ابن يملى عليك حياتك. ما هو انت كل حاجه في حياتي يا حنان. ارجوك اعمل اللي يريحك يا حنان. البروفة جاهزه يا ست حنان، مع اني فاضل عليها يومين، لكن انا برضو جاهزه. متشكره يا نان، ولو اني مش جايه لك علشان كده. انا كنت جايه اتكلم معاكي في موضوع اهم. غريبه حبيبي، يلا قولي كانت تصبحي على خير عشان انت عندك مدرسه بكره. حبيبي يلا. وانت من اهله يا حبيب طنط. قولي يا غريب، انت هتاخد الجيتار في حضنك وانت رايح تنام؟ ايوه، عشان ما اقدرش انام الا هو في حضني. يا حبيبي يا دوده بقى. تصبح على خير يا حبيبي. اصله بيحب المزيكا قوي، ربنا يخليه لك يا ناه. الله يخليك يا ستي. ندخل بقى في الموضوع. انا كنت جايه علشان اخطبك. اتخطب؟ وده مين ده اللي هيتجوزني وانا معايا ابني واديكي شايفه عيشتي؟ عزقلاني. مين يا ست حنان؟ جوزي عزقلاني. معقوله ده؟ اسمعيني كويس يا ناه، انت محتاجه الراجل عشان يرعاكي ويربي لك ابنك، وانا الدكاتره اجمعوا على اني مش ممكن اخلف، وده قدري. ياما الدكاتره بيقولوا، بس ربنا برضو بيخيب ظنهم. ونعم بالله، دي حكمه ربنا، وانا مؤمنه بالله وبقدره، ومفيش قدامي امل الا انت. انا يا ست حنان؟ طب ايه اللي جد عشان الاصرار ده كله؟ ما انتوا بقالكم سنين على كده. باختصار، ما كنتيش انتي هتبقى اي واحده غيرك، وانتي طول عمرك زي اختي، وده اللي مطمني. بالعكس، الموضوع ده يمكن يبعدنا عن بعض، وانا بحترمك وبحبك. لو بتحبيني بصحيح تقبلي. قلتي ايه انا؟ ما تمسك اعصابك شويه يا عسلاني. ايه ده وانت صغير؟ امسك اعصابي ازاي بس وانا بستنى اول ابن ليا بعد السنين دي كلها يا شعبان؟ كل شيء هيبقى كويس، بس انت اهدى اهدى كده وادعي ان ربنا يقومها بالسلامه. يا رب يا رب اقومها بالسلامه يا رب. بس انا مش مطمن للي بيحصل جوه ده، مش مطمن ابدا. المساله غير طبيعيه. في ايه يا حنان؟ ربنا يستر. لا اطمنش. يا رب يا رب يستر. يا رب يا رب اصبر. يا رب طمني يا دكتور. اطمن خير باذن الله عن اذنك. يا رب يا رب يا رب اطمني خير ان شاء الله. ماما ماما غريب حبيبي يا ابني، خلي بالك منه يا حنان. ما تخافيش يا نان، ان شاء الله هتقومي بالسلامه. خلي بالك منه، ربنا معاكي. يا رب يا رب في حفظ الله. يا رب يا رب حبيبي يا رب. انا عارف ماما يا طنط هي رايح فين. ما تخافش ماما هترجع يا حبيبي. ماما راحت علشان تجيب لك نونو عشان تلعبوا مع بعض. ماما مش متغيرش ليه يا طنط؟ ابدا، ضحكت من فرحه يا حبيبي. يلا يا ولاد، يلا يا حبايبي عشان تتغدوا، الاكل جاهز. يلا يا حمام. ايوه يا ماما لما نلعب. يا حبيب قلبي عايز تلعب؟ عايده ما شفتيش غريب يا عايده؟ لا يا طارق. شايف يا شعبان؟ العيال بيبنوا بيتهم من دلوقتي. يا ترى مين يعيش يا عزقلاني؟ لا احنا هنحمرق من دلوقتي.
ابني لازم يتجوز بنتك وبنتك لازم تتجوز ابني، وزي ما احنا شركة في المصنع هما كمان ان شاء الله لازم يبقوا شركة في الحياة، ولا ايه يا ست كوثر؟ هو في احسن من كده نسب يا حاج؟ شفتوا الولاد مش عايزين يجوا ياكلوا، عايزين يلعبوا. سيبيهم يا حنان، لما يجوا هيجوا لي الجري. طبعا اذنكم هروح اشوف غريب. يروح قلبي بصراحه. حنان دي تحير، لو امهم كانت هتعمل اكتر من كده ايه؟ ده من يوم المرحومه ما ماتت وهي شايله احمد وغريب جوه عينيها الاثنين. انت ناسي ان اسمها حنان؟ فعلا اسم على مسمى. ايه اخبار المكنة غريب؟ طب الحاج انا قلت لك المكنة دي عايزة تغير التروس بتاعتها كلها. خلاص اعمل الصح وقت اللي يجيبه. طب الحاج انا كنت عايز اقول لك كلمتين بس مكسوف. حد يتكسف من ابويا غريب؟ عايز اقول يعني بعد ما احمد باذن بابا بابا انا جحت يا بابا جحت بابا مبروك يا احمد مبروك يا احمد يلا امسك المصنع يا باشمهندس لا وده وقت يا غريب بقول لك يا بابا الحلاوه اولا عينيا الاثنين والحلاوه الكبيره العروسه ان شاء الله انا مش عارف كتير قوي يا بابا كفايه دول ويعمل لكم اروح اوصل ماما حنان مبروك احمد ايه الموضوع اللي كنت عايز تكلمني فيه يا غريب؟ بعدين بقى يا مرحبا. ها ايه رايك يا بابا في الفستان؟ الله الله الله، هو ايه كل يوم فستان جديد؟ الله يا شعبان، عقبال فستان الفرح يا اخويا وتفرح ببنتك وهي عروسه يا رب. صدقيني انا مش عايش الا عشان اليوم ده بس. خلاص يا بابا، يعني العريس موجود دلوقتي؟ طبعا موجود يا عايده. احمد النهارده هتتمنى اي بنت. لسه بدري على الكلام ده يا ماما. ايوه بقى سوقي الكسوف يا عايده بقى سوقي. وهي البنت تحلق الا بشويه كسوف. أسرار عن الفرحة بتتكلم ومن دمعات بتتألم عن الفرح بتتكلم ومن دمعات بتتألم وفي سكة العشاق بتهون المشوار وفي سكة العشاق بتهون المشوار بحب المزيكا يعشق الأوتار أحب المزيكا نعشق يعشق الأوتار يعشق الأوتار بحب المزيكا
الله ايه غريب، لسه ماسك الجيتار، ما بتنساش المزيكا؟ في حد في الدنيا ما يحبش المزيكا؟ طب يلا بينا بقى عشان الشله كلها في الانتظار. على فين ان شاء الله؟ هناخد اللانش ونصطاد زي كل مره. بدل ما بتحبش تاكل السمك بتصطاده ليه؟ ما تسيبه في حاله يا اخي. الله، المهم مش ايه ناكله، المهم ان نصطاده. طب روح اصطاده لوحدك يا حبيبي. كده عن اذنكم. سلام. حوت راح يصطاد سمك. انا حاسه يا غريب انك ما بتحبش اي حاجه في الدنيا قد الجيتار اللي معاك ده. بالعكس، انا بحب حاجات كتيره قوي. زي ايه؟ بحب المية والهواء وصوت الموج ودعاء الكروان. بس كل دول برضو تحت بند المزيكا. بحب اي حاجة تقربني منها. زي ايه؟ زي سوري، بحب الواد عديبة وشوشة وتوشوشني. اوعي تقول عليا مجنون. بتقول لها ايه؟ وبتقول لك ايه؟ عايزة تعرفي؟ بتقول ان شعرك حلو قوي. طب ودي بتقول لك ايه؟ عينيك حلوة قوي. طب ودي بقى بتقول لك ايه؟ مناخيرك طعمة قوي. طب ودي كمان؟ ده بلاش دي، عشان خاطري قول وحياتي عندك لا تقول. بلاش هتزعلي. لا مش هزعل. بتحبك كلك كلك. ست عايدة، أحضر لك الغدا؟ شبعانة يا أختي، شبعانة. إيه شبعانة الله؟ طب حضريش. حاضر يا ست، ما تزعليش كده، في خبر؟ أنت اللي فهمني بس في الدنيا يا قمر. ادخل. اهلا ست الحبايب. يلا يا غريب، الاكل جاهز. مش هنستنى عم احمد؟ عمك زمانه جاي، واحمد بيصطاد زي عوايده، وطبعا هيتاخر. بيصطاد ايه؟ سمك طبعا. هيصطاد ايه؟ سمك. طب نستنى بقى، يمكن يجيب لنا حاجه عدله كده. مش ممكن، مش ممكن اللي بيحصل ده. حتى يوم الجمعه مش قادرين نتلم كلنا على الغدا. عمك ويا شعبان، واحمد ويا السمك. طب وانا؟ وانا بقى مش عاجبك يا ست الحبايب في الهيصه دي خالص. تفضلي خالص، كفايه عليك المزيكا اللي سارقه عقلك من وانت قد كده. عارفة ان انا ضارب وبتاع مزيكا؟ طبعا عارف. طب وبعدين يا غريب، والمصنع وعمك، انت مش ملاحظ يعني انك انت زودتها قوي؟ شوفي بقى يا ست الحبايب، انا نفذت كل اللي قاله لي عم العزقلاني، درست لحد ما خدت اكبر شهاده في الصنايع ومسكت المصنع. دلوقتي احمد نجح، من حقه بقى يمسك المصنع، ما انا بقى سيبوني بقى اسوق طريقي. الله الله الله، ايه ده يا ماما حنان؟ مش كنت عملت لنا السمك كان يبقى احسن؟ كنا اتغدينا بكره يا حبيبي. بابا شفت السمك اللي انا اصطادته؟ يكفينا اسبوع بحاله. البركه في الصناره الجديده اللي اشتريتها لك. لا بس انا عاوز الفندقيه، عاوز اصطاد السمك الكبير. داخل على الحيتان انت. شايفين الطلبات؟ ايوه. وفي حد قال دلوقتي يا عمي ده احمد. انت يا ابني طلباتك كترت اليومين دول، امال لما هتتجوز هتعمل فيا ايه؟ البركه فيك بركه يا بابا. لا يا ابني، ساعتها بقى النص هيبقى عليا والنص على عمك شعبان. مش احنا طول عمرنا بنقول لبعض على كل حاجه؟ انا حاسه انك متضايق، ليه ما بترضاش تقول لي؟ مش عارف، يمكن عشان المتاعب كتيره، ممكن مش ناقص المتاعب. متاعبك هي متاعب. انا مش ذنب ان انا اتولدت في الدنيا دي لقيت نفسي بحبك. ولا ذنب انا كمان. عايزه انا حسبت كل حاجه وطلعت بنتيجه واحده. اولا لا انت بتحب احمد ولا احمد بيحبك، احمد في دنيا تانيه خالص. وبعدين عم العزلان مش هيخسر حاجه لو بقينا لبعض، فاهم يعني ايه مش هيخسر حاجه؟ طول عمري بقول عليك انك احسن واحد في الدنيا. انا نفسي اكون احسن واحد عشانك.
وبعدين عم العزلان رباني عشان كده نفسي الاقي نفسي عشان ارد له الجميل هو كمان. انا عارفه يا حبيبي ان مستقبلك كله في المزيكا، انت عندك الموهبه وناقصك العلم. ما تخافش يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيوفقك. انا لازم اسافر مصر اخش معهد الموسيقى قسم الدراسات الحره، في دماغي حاجات كتيره قوي نفسي احققها. ان شاء الله. انا مش عايزاك تقلق، انت لازم تعرف انك كل حياتي وان مفيش حاجه ابدا في الدنيا دي هتغيرني. اما بقى احلام بابا وعم العسقلاني انا هقدر عليها، المهم انك تفضل تحبني طول عمرك. اتفضل يا حياتي. تسلم ايدك يا روحي. ها كله تمام؟ تمام. خد يا بلبل. ايه ده؟ دي بخيله كده ليه؟ انت دافع حاجه من جيبك. لا يا حبيبي خف شويه، السهره لسه طويله قدامنا. ماشي. قول لي ايه بس؟ انت كنت مع احمد النهارده في السيرك. ما تخافيش، السمك النهارده على قفا من يشيل، بس اللي يقدر ياكل يا قمر. شايف بتبص له ازاي زي اللي هتاكله؟ بكره تزهق منه وتركنه زي غيره. تفتكري النهايه ايه؟ اللي انا عارفاه انه ما يقدرش يتجوز، ابوه راجل عصامي وبنى نفسه بنفسه، واحمد كل حاجه عنده. بلاش كلام بايخ، انت مش بتاعت جواز يا جماعه، تجربته مرتين، مره على حب ومره على فلوس، لزومه ليه بقى الجواز؟ على رايك هي مش محتاجه حاجه، عندها محلها وبتكسب منه ذهب. والف مين يتمناها؟ ولا رايك ايه يا حبيبتي؟ انا شايف انهم بيحبوا بعض دلوقتي، لكن بعدين محدش يعرف. هو بيحب الاول والله، لكن انت ما اظنش احسن مره، ولا ايه رايك يا راجل؟ هو بيحبها لكن بعد ما تشطب عليه هترميه. بقول لكم ايه؟ ما تسيبوكوا بقى من الموضوع ده وقوموا كده فرفشوا كده. بقول لك ايه؟ ما تشغل لنا حاجه كده في الفرح عشان نفتح عينينا على روحنا. لا لا يا حماده. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ الخاتم حلو؟ يجنن يا روحي يجنن. ده انت اللي تجنني يا حبيبتي. مالك يا غريب؟ معقول تدخل حتى ما تقولش مساء الخير؟ لازم تقولي مالك، مش ممكن تخبي حاجة على ست الحبايب؟ خبي؟ معهد الموسيقى هيفتح بعد أسبوع الدراسات الحرة. قريب كده؟ استنيت كتير، استنيت أحمد لحد ما يكبر اخد الشهادة ويبقى مهندس، المفروض يمسك المصنع وانا كفاية بقى كده، كفاية كده. هتسافر يا غريب. هسافر ازاي؟ ايوه يا ابني، لازم تسافر، لازم تدرس المزيكا على اصولها. كمان على اصولها؟ طبعا. يا اقصر الناس واعز الناس واحب الناس يا ست الحبايب. مزيكة ايه اللي رايح يدرسها دي؟ هو انا كنت بعلمه علشان يبقى مزيكاتي؟ ما كنت بتعلمه عشان ايه؟ علشان يقف معايا في المصنع هو واخوه. قول كده بقى، انت كنت بتعلمه عشان نفسك مش عشانه هو. هو في حد يطول يبقى مهندس في مصنعي؟ انت عارف كويس قوي ان غريب روحه في المزيكا، ولو منعته عنها هيحس انك انت ظلمته. ليه بقى؟ هو عارف انك انت ربيته رغم ان هو مش ابنك، وحاسس بمعروفك. اللي تعبه دلوقتي انه مش قادر يقول لك لا. حاج ما تنساش ان امه ادتك كل حياتها علشان تجيب لك احمد، سيب له بقى هو حياته. اتاريه كان عايز يكلمني في موضوع بس كان مكسوف. خلاص هتسافر يا غريب؟ النهارده باذن الله. خايفه في يوم ما الاقكش جنبي. انت جنبي وانت بعيد عني يا حبيبه. اوعى في يوم تنساني. انساك انت يا عايده. لو كنت فعلا بتحبني خلي بالك من نفسك. ياه اتصور وحشتني من دلوقتي. بس انت ما وحشتنيش. نعم لانك جوايا بكلبشك. انا عارفه كده، انت ان شاء الله ربنا هيوفقك وترجع لي بنحل كبير قوي قوي قد الدنيا. فاكر
فاكر لما كنت بتخلي الوضع تتكلم بدالك؟ ودي حاجة تتنسي؟ خلي نص الوضع دي معاك عشان تقول لها كل الكلام اللي انت عايز تقوله لها، وانا من نص الوضع اللي معايا هعرف كل اللي قلته. يا ريت الوضع دي تقدر تقول كل اللي في قلبي. مالكش دعوة بالوضع دي، الوضع دي بتاعتي وانا عارفاها. عارفاها كويس. المهم ان انت متنساش تحطها في شنطتك وانت مسافر. ابسط يا عم، الدكتور مهدي معجب بيك قوي مع انه راجل كشه. بالعكس ده راجل طويل. طيب ايه ده مسمينه قلضم؟ قلضم؟ ما انت اللي لسانك طويل. بكره يبقى لسانك اطول منين؟ مالكش دعوه بيا، انا في حالي، انا من لوكندر المعهد ومن المعهد للوكندر. لوكندا؟ اه. كنت ساكن في لوكندا؟ وحشهم فين؟ ليه؟ انت غريب اغا خان؟ خان ايه؟ انت لو تعرف اللي انا فيه ما تتنورش عليا كده يا سيكا. طب وايه اللي وداك لوكندا؟ اروح فين؟ بنسون، بنسون السعاده. غالي ده؟ رخيص. بعد المحاضرة نروح انا وانت. ماشي. جيب هدوم. هدوم؟ انت عندك هدوم كده اللي انت لابسها دي؟ انت فاهم ان انا ماشي حافي. يلا. ايوه. <أيوص. تصفيق> مقبولة منك يا ست هدى، بس السرير صغير شوية. وعايزه كبير ليه؟ صحيح عايزه كبير ليه يا أخي؟ لازم تعرف يا حضرت إن ده بنسيون محترم. خلاص يا ست هدى، الأستاذ غريب مش غريب يعني. وبعدين معاك يا زيك، ما تبقاش بايخ. اللي حصل إيه يعني؟ عن إذنكم. سلامة يا ست هدى. ما تبقاش بايخ يا زيكا، ها؟ بس إيه رأيك بقى في الأوضة؟ شباك ومكتب وباب من مجاميعهم. شباك. المهم هعرف أشتغل هنا ولا لأ؟ تكل على الله. كده توكلنا على الله. الا قولي لي يا ست عايده، انت بتذاكري ايه؟ حاجه مش ممكن ابدا هتفهميها. ليه بقى يا ست عايده؟ بتفهمي فلسفه؟ طب وايه غريب؟ هو كمان بيذاكر فلسفه؟ لا، غريب بيذاكر مزيكا. يخطو عليك وقمر، تعمل زي العسل والسكر. بالحق مفيش جواب منه؟ في مهما ترغي معايا من الصبح. هاتيه. يا ستي تاني مره لما يجي لي جواب من غريب تجيبولي على طول في اي وقت. عينيا يا ستي، انت تأمري وانا انفذ. اتفضلي اطلعي برا. يلا. اوكي. بتشتغل رقاصه، عندها طول النهار بروبات وبترقص طول الليل، وانت ماسك العود دماغنا يا اخي. اهبك شويه بقى. مؤاخذه يا ست الكل. شغل والله. شغل والله. الساعه 4 الصبح يا مفترس. حرام عليك. حرام عليك. معلش نسيت نفسي يا زيك. معلش نسيت نفسي. في ايه يا جماعه؟ في يا جماعه؟ في يا سغاريف؟ في يا ست صفاء؟ خير خير خير. الحقني يا استاذ بدر. مش عارفه انام طول الليل. طق طق طق. حرام عليك. حرام عليك. معلش يا ست صفاء، حقك عليا. مفيش مزيكا النهارده. اصبحوا على خير. اصبحوا على خير. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي. ايه الحكايه بالظبط؟ الاستاذ غريب بيدرس مزيكا، هيبقى موسيقار كبير قوي. مزيكا بس ولا مزيكا واشياء اخرى؟ ما بستنى حضور الصبح. انت فين ايه دي؟ اعوذ بالله، حتى في كلامه نشاز. الو. هاي، تاخرت ليه يا احمد؟ ما انت عارفه يا ست، كان لازم اروح المصنع واشوف اي حاجه عشان ازوغ بيها.
انت عارف يا احمد ان انا ما احبش حد يديني ميعاد وتاخر عليا فيه. ما تزعليش مني يا ستي. الله، امال فين الشله؟ راحوا مشوار وزمانهم جايين كده. طب انا النهارده بقى هصطاد لك اجمل واحلى واحسن سمك في البحر كله عشان السمك. احمد في ناس يا احمد هنا. الله، ما بيهمنا حد. لو انا بقى يهمني يا حبيبي. لا 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 لا، انا هشوف حكايه الجدع ده بنفسي. اي انده لاحمد من عندك. ايه مش موجود؟ طب راح فين؟ طيب طيب، لما يجي خليه يكلمني. مع السلامه. اتفضل يا حاج. فيها ايه لو غريب فضل قاعد في المصنع مع اخوه تاني يا حاج؟ ما انت عارف. وبعدين غريب قاعد 4 سنين في المصنع ليل ونهار، وانا عماله اصبر فيه واقول له معلش لما احمد اخوك يخلص هيحل محلك. احمد طايش كل يوم والتاني يعمل 1000 حجة علشان يزوغ من المصنع. معلش يا حاج، بكره لما يتجوز هيعقل وهيرزق وهيعرف مصلحته. عندك حق. بتعملي ايه عندك يا بنت؟ كنت بشوف يا ست عايده اذا كانت محتاجه حاجه ولا مش محتاجه. عايده قالت لك امبارح انها عايزه تصحى الساعه 10 ودلوقتي الساعه 9:30. انت ايه حكايتك بالظبط؟ تعالي. يا حبيبي يا غريب، ربنا يوفقك يا رب ويحقق لك كل امالك. سكتك طويلة لكن سهلة، بس ربنا هيسترها بإذن الله. قول إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. والنبي يا أخويا تشوف لي حبيبي القلب جاي بعد نقطة ولا اتنين. أشوف وأقول لك يا صفاء. لا نقطة ولا اتنين، ده في واحدة مسترفة مني فلوس. شوف يا أخويا هتديهم لي ولا لا. آخ والنبي يا أخويا، ده صاحبك ده فنان قوي. أمال إيه؟ ده أساس الاجتماع عندنا مهبولين بيه. ده شوية حظ وهوب هيبقى فوق. ما تعلمش المزيكا من صغره ليه؟ هو غاوي من زمان بس ظروفه العائليه عطلته يعني. جدع ابن حلال. اصل في واحد رباه وصرف عليه، هو بقى عايز يرد له جميل. عشان كده قافل على روحه هو البتاع اللي معاه ده. عارف يا اختي بيجيب الصبر ده كله منين؟ عايز يوصل بقى ربنا معاه. قول لي يا زيد، ما تعرفليش حد يا اخويا يدق لي على الجيتار لحسن الواد اللي معايا عيان ويقعد اسبوع؟ فتحي؟ تفتكر صاحبك ده يرضى يشتغل معانا؟ غريب، امال ايه؟ ده بيدق على كل الالات بجد. طب قومي يا اختي قولي له، هو باين عليه محتاج لي قرشين. قومي قومي ينوبك ثواب. عينيا. تسلم عينيك يا حبيبتي. حلاوتك يا غريب، صل على النبي. حلاوتك يلا، ربنا خدعك في الوضع. غريب فرجة يا غريب. ايه يا جماعه الساعه كام؟ انا ازعجتكم ولا حاجه؟ تايه في دنيا تانيه خالص. لا يا اخويا، ده الضرب بتاعك حلو قوي. عزفك يعني، ما تفهم بقى يا اخي. اهلا يا ستي. اهلا اهلا. ست صفاء عايزاك تشتغل معاها. اشتغل فين؟ في الصاله يا اخي. اشرحي له ست صفاء. هتشرح لك، هتشرح لك ما هي شرحت قبل كده. مزج اهلا بيك. اهلا يا ست. اهلا بيك. هشتغل مع مين ان شاء الله؟ معايا يا اخوي. ايوه بس انا ما بألفش موسيقى للرقص. هي المزيكا يا اخويا تبقى مزيكا الا لو كان اللي بيسمعها بيرقص عليها. انا بألف موسيقى للفن. اسمع يا استاذ، بتاع الجيتار اللي معايا عيان قوي، ولو حبيت تشتغل معايا يبقى فرصه. وزيكا قال لي انك بتدق على جميع الالات. ادق؟ قصدي يا اخويا تعزف.
هم انك تكسب لك قرشين ينفعوك برضه. هم من ناحيه ينفعوا هينفعوا، بس حكايه الصاله والرقص دي. اللي جايه بتسمع دي مش جايه تسمع، دي جايه المرض. انا مش حاضر افهمك. لا انا عايز افهم دلوقتي. انا عارف ان اكل العيش صعب، بس خايف، خايف يجي يوم من الايام ما احققش اللي نفسي فيه وابقى واحد في فرقتك بيدق. يا ست هانم انا راجل اكاديمي ملوديست. يعني ايه ملوديست دي يا اخويا؟ ما تتكلم عربي يا اخويا عشان افهمك. بالعربي يعني مش انا اللي اقعد ادق عشان الناس تهيص. امال انت عايز ايه سلامه عقلك؟ يا ست صفاء أنا عايز أقدم مزيكا الناس تحترمها وتقدرها، حتى لو رقصت عليها أنت أو أي حد غيرك. آه حضرتك عايز جمهور ملاكي بقى. حقك عليا، حقك عليا، قلت لك مش هقدر أفهمك، حقك عليا. حقك عليا، حقك عليا، ما عندكش كلمة غير دي؟ ده عيشة تقصر العمر. يا ساتر. ادخل، أهلاً عم فتوح. اتفضل. إيه؟ خير، كنت متزعقوا كده ليه؟ معلش اصلي سبت الشغل. شغل؟ رقصني يا جدع على واحدة ونص، ده بتسميه شغل يا ابني؟ أنا بشتغل عشان أكمل المشوار. تكمله إزاي وأنت ماشي في سكة تانية؟ نفسي أحقق اللي جوايا يا عم فتوح. طب ما تحققها. أحققه إزاي والناس مش فاهمة؟ لازم تجبرهم إنهم يفهموك. بالعافية؟ لا، بالاجتهاد والصبر. انت صبرت كتير يا عم فتوح ولسه صابر. عن اذنك احفي ما تقعد معايا. لا رايح اكمل صبري. الست الكبيره شتمتني، شتمتني وانا بستلم الجواب. هي فين؟ جاي بره يا بنت، بره. ايه حكايتك يا عايده؟ يا منى ده جواب من غريب. ممكن اقراه؟ لا يا ماما مفيش داعي. انا عايزه اعرف ايه حكايتك انت وغريب بالظبط؟ انا ما صدقت انه سافر وقلت لعب العيال بتاعكم ده انتهى. ماما انا ما اقدرش اكذب، انا وغريب بنحب بعض. والنتيجه؟ الشيء الطبيعي اننا نتجوز. انت عارفه ان ده مستحيل يا عايده؟ ابوكي ادى كلمه لعمك عزقلاني على احمد. مش بايدي يا ماما، انا ماليش ذنب. يتكلموا زي ما عايزين يتكلموا، هم احرار، انا كمان حره اختار اللي انا عايز اعيش معاه طول عمري، ولا انا كمان غلطانه يا ماما؟ قولي يا غريب، عملت ايه في شغلك الجديد؟ طمني. انا في البنسيون مرتاح قوي يا عايده، معايا الواد زيكا معظم الوقت. طبعا مش عارفه مين زيكا ده. واد جدع وابن حلال ودمه زي العسل. زيكا زيكا كفايه زيكا بقى، انا عايز اعرف عملت ايه في شغلك.
على فكرة كل الأساتذة هنا بيقدموا لي كل تشجيع وتقدير، ولولا خوفي من الغرور لو قلت لك إنهم معجبين بيا أوي 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 أوي. وماله الغرور؟ منك أنت هيبقى زي الشربات. بس أنت ما ردتش على سؤالي. متوقعين ليا مستقبل كبير يا عايدة. وأنا كمان يا غريب، حاسة إنك هتبقى أشهر من أي واحد في الدنيا، بس قولي أنا فين منك؟ على فكرة عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، أنا خروجي بيبقى كل أول شهر بس، لأني بستنى أبويا العزقلاني لما بيبعت لي الفلوس كل أول شهر، عشان كده بستنى اليوم اللي هقدر أكسب فيه، وأقول له كفاية بقى يابا، وأبوس إيده، وأقول له كتر ألف خيرك، أنت عملت فيا معروف عمري ما هنساه أبدا طول عمري. غريب أنت ليه بتهرب مني؟ كل ما أسألك موقفك منك، مش عايز أحس بالخوف، قول يا غريب أنا مين منك؟ أنا رفضت الشغل اللي كنت بشتغل فيه لأنه امتهان لفني وكرامتي. أنا مستنياك يا غريب، لازم نفكر ولازم تفكر فيا شوية، مستنيه اليوم اللي يتحقق فيه أماننا، وأنت عمال تضيع كل فرصة بتيجي لحد عندنا. مع أشوائي وقبولاتي إليك، ولا تنسي سلامي إلى كل من والديك. مبروك يا عزقلاني، ابنك الباشمهندس احمد شغل المكنة الجديده. الله يبارك فيك يا شعبان، بس تقول لي مبروك التاني عشان ابقى اسعد راجل في الدنيا. ربنا يسهل. انت هتعمل زي الناس الغر، عايزني اجي اخد منك عايده رسمي ولا ايه؟ قبل يا حاج، مش بنتي الوحيده. قصدك ايه بقى يا استاذ شعبان؟ قصدي ناخد رايها وراي احمد، عشان انا بتهيالي ان احمد مشغول ببنت من الشله بتاعت الصيد. يا راجل بلاش كلام فاضي، ده لعب عيال. احمد لعايده وعايده لاحمد، مش احل منها الكبيره شعبان؟ ايوه، بس كوثر كانت قالت لي ان عايده ملهاش رغبه انها تتجوز دلوقتي. يا حبيبي عايده كبرت وبقت عروسه، واحمد كمان بقى عريس، عايزين نفرح بيهم ونشوفهم في بيتهم ونشوف عيالهم. حرام يا حاج حرام. هو ايه اللي حرام؟ عايده وغريب بيحبوا بعض وانت عارف. ده حب اطفال، يعني حب اخوي. صحيح هما كانوا اطفال، لكن دلوقتي كبروا وكبر الحب معاهم، وحرام دلوقتي، مش ممكن دلوقتي تقف قدامهم. انا عشان الجوازه دي تتم اقف قدام الدنيا كلها، فاهمه؟ دي قلوب يا عزقلاني، مش مكنه جديده بتدخلها المصنع. أنا عملت الغريب كل حاجة. مش قد اللي عملته أمه علشانك. وأنا ما قصرتش معاه. أنت كده بتطعن قلبه. أنا بحقق حلمي. أنت بتبني حلمك على قلوب الناس. أنا عشت علشان أشوف أحمد بيتجوز عايدة. وش عرفك إن عايدة هتوافق؟ وإذا غريب سابها ما توافقش ليه؟ وإيه اللي يخلي غريب يسيبها؟ هيسيبها وبكرة تشوفي. أبويا عزقلاني مش مقبول، فجأة ما كانتش عندها. أهلا 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 أهلا. إزيك يا أبو الحاج؟ إزيك؟ أهلا أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لا مؤاخذة، الأوضة صغيرة شوية. اتفضل اتفضل يا أبو الحاج. أهلا أهلا، خطوة عزيزة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كل زمان. إزيك يا أبو الحاج؟ الله يسلمك. إزيك يا غريب؟ وإزاي حالك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. الطريق صعب شوية إنما ماشي يا أبو الحاج. طيب خد دول يا ابني، خليهم معاك. لا 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 يا ابني. لا لا امسك، انت بتقابل ناس كتير اليومين دول وعايزك تبقى مستور قدام. انا مستور يا ابني، كفايه اللي بتعمله معايا كل شهر، ربنا يخليك. معلش خد. انا عايز ايه يا ابني من الدنيا الا اني اشوفكم مبسوطين في حياتكم. ربنا يخليك لينا يا رب. المهم زي الحاجه، ربنا يخليها ست الحبايب، وزي احمد وزي الناس. الحاجه بخير وبتسلم عليك ونفسها تشوفك، واحمد عالي يا سيدي، وكلها كام يوم وهيبقى عريس. احمد الف مبروك يا رب، ومن العروسه ان شاء الله عايده. عايده؟ ايوه عايده. ازاي عايده تعمل كده؟ هي عايده وافقت؟ هتوافق؟ غريب يا ابني، انا عمري ما طلبت منك حاجه، وعمري ما حط. انت كان املك انك تدرس المزيكا وحققت لك املك،
خليني انا كمان يا ابني احقق املي. ابوك هو اللي بيرجوك واللي هيفضل طول عمره ابوك. ايوه بس ابوك عزقلان اللي رباك هو اللي بيرجوك يا غريب. مفيش حاجة أقولها يابا، كان نفسي قلبي يبقى ملكي، إنما خلاص، سداد دينك، ده أنا كل ملكك يابا. عايزك تقول لي مبروك يا غريب. كمان أقول لك مبروك. مبروك يا أبو الحاج. مبروك لأحمد. مبروك ليكوا، شو هو ده اللي انت عايزه؟ عايز حاجة قبل ما امشي يا ابني؟ ربنا معاك. Thank you.
لأول مرة في حياتي مش قادر أصدق كلامك يا شعبان. إزاي تقول إن عايدة مش عايزة تتجوز؟ لا 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 لا، أنا عايز أسمع الكلام ده منها شخصياً. صدقني يا عزقلان، هي اللي قالت لنا الكلام ده بنفسها. أنا عايز أسمع رفضها بوداني يا شعبان ودلوقتي. دلوقتي يا سيدي هتسمع ودانك عشان تستريح، وبقى انا عملت اللي عليا. هنشوف. ازيك يا عيد؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا، ازيك يا بنتي؟ اهلا وسهلا. صحيح الكلام اللي انا سمعته من بابا انك مش عايزه تتجوزي يا عايده؟ انا ما كنتش بفكر في الجواز. عايده بنتي قبل ما اكون بنتك يا شعبان، واحمد ابنك قبل ما يكون ابني. فاهم عايدة إن أنا اخترت لها أحسن مستقبل لحياتها. شوفي يا بنتي، الجواز ده عشرة عمر، وأنا عايزك تختاري عشان ضميري يبقى مستريح. ها، قلت إيه يا عايدة؟ أنا كنت ناوية أخد الماجستير، لكن إذا كنتم شايفين غير كده أنا تحت أمركم. يا سم عليك كده بالذمة، ده منظر عريس. نادية وحياتك سيبيني في حالي، أنا مش ناقص. أحمد أنت مالكش رأي في الجوازة دي يا أحمد ولا إيه؟ هي دي المشكلة يا نادية، الجوازة دي حلم أبويا، عاش طول عمره عشان يحققه، مش قادر أقول له لأ. شوف يا أحمد يا حبيبي، أنا عمري ما اتجوزتش لخاطر بابا. طب أعمل إيه؟ قوليلي يا نادي أعمل إيه؟ مش هتقدر تعمل حاجة طول ما أنت خايف تقول لأبوك لأ. وإحنا وحياتنا وحبنا. الجوازة دي هتبعدك عني خطوة، ويمكن أستحمل، إنما بعد ما تخلف هتبعد خطوة واتنين وتلاتة، وبعدها مش هنلاقي بعضنا. مش ممكن، مش ممكن. ما تقوليش مش ممكن، أنا ما رضيتش أجيب أولاد عشان أبقى ملك نفسي. الطفل معناه جزء منك. أحمد أنت لما تتجوز هتبيع نص حريتك، ولما تخلف يا روحي هتبيع نصك التاني، ومش هيبقى لنا اي حاجه حلوه مع بعض. مش ممكن ده يحصل، مش ممكن. انا بحبك، مفيش قوه تقدر تبعدني بعيد عنك. انا بحبك يا نادية، بحبك بحبك. الله، حلو كده قوي. نعيد بقى اللحن من اوله. نعيد ايه؟ صوت انت ما بتهمتش. مزيكا ده اول لحن ليا بقدمه للاذاعه، وهتغني على الناس. نفسي اعرف صدى لحني على الناس. يلا. انت مش شايف اللحن تقيل شويه؟ مش موافق أذواق الناس؟ ما يجرالش حاجة، مش هنخسر حاجة. أزيكا نفسي ابتدي مشواري صح. أنا مش معاك في كده، لازم تاخد الناس خطوة خطوة. نعم، يعني بعد الدراسة دي كلها أنزل للناس خطوة خطوة؟ لا لا، أنا مش قصدي كده. أنا قصدي إيه؟ يعني الجمهور تاخده بالنغمة اللي بيحبها، وبعدين تغيره سنة سنة لغاية الجمهور ما يتعود على اللي أنت عايزه. على العموم زي ما قلت لك، أهي تجربة، مش هنخسر حاجة. يلا نعيد من الأول. انت اللي غاوي تتعب نفسك وتعبني معاك. ده مش شغل يا غريب، ده هروب. هروب؟ ايوه هروب. انت بتهرب نفسك في الشغل، وبتهرب من قلبك مع صفاء. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ما هو مش معقول صفاء تكون عامله فيك ده كله. دي ما بترفضلكش طلب يا اخي، وانت معاك كل ليله، لكن بينك وبينها اميال. قلبك في سكه تانية، والظاهر عليها سكه سفر. اقول لك ايه، اقفل على الموضوع ده، الموضوع انتهى. ابدا، انا شايف انه ابتدى. غريب، شفت المزيكا بتاعتك النهارده عملت ايه في النت؟ لاول مره يبصوني بصه فنانه. شكرا صفاء. غريب، على فكره انت غيرت حاجات كتير قوي في حياتي. عارف يعني ايه غيرت حاجات كتير قوي في حياتي؟ انا كمان. ايه؟ هغير هدومي. لا، غير هدومك وانا غير هدومي، واجي اسمع اللحن الجديد. سيكا بيقول عليه يجنن. ماشي. فرح الخميس القادم، اوعى تنسى يا غريب، اخوك احمد.
فريدة، اديني فرصة ساعتها كده. سادتي اسعد الله مساءكم. النهارده هنغني لكم اغنيه جديده تلحين الاستاذ غريب عزت. معلش يا غريب اديك شايف. اتفضلوا. الحلو شايل قليتين والشمس تحت النخلتين، الحلو شايل قليتين والشمس تحت النخلتين. طول النهار كان عقلي فين، انا شفت صوته في المنام وكاني ما غمضت عيني. ويتم صغير كان يدول ولا نويت وحبيته، ويتم صغير كان يدول ولا نويت وحبيته. نادى المنادي وألغيته، أهل النظر من غير كلام فتحوا الكباري وفويته. الحلو يلوح من بعيد قال كل ايه تحتاج ليه ايد، الحلو يلوح من بعيد قال كل ايه تحتاج ليه ايد. من سقفة وقفة لسقفة عيد القلح يا عبد السلام الدفى يا عبد الحميد. شوية شغل، يمكن نتغدى هناك.
هلو. هاي. الله، امال فين السمك اللي جبتني علشانه؟ مين قالك ان انا ما اصطدتوش؟ ده انا اصطدت احلى سمكه في حياتي. وتعرف منين؟ مش كان هي اللي اصطادتك؟ احمد، مش كفايه بقى كده وتروح عشان مراتك؟ يا ستي ما تخافيش، انا قلت لها عندي شغل مع واحد صاحبي. مش يمكن صاحبك ده يسيبك؟ ناديه، انت عاوزاني امشي؟ امرك. لسه صاحي؟ ما انت اتاخرت قوي يا احمد. معقوله؟ بقالي زمان ما شفت الصاحي، والكلام جر بعضه وما دريناش، وبعدين ما انت كمان اتاخرت قوي في القرايه. بقول لك ايه؟ كان حقك تنام من بدري. تصبح على خير. احمد، كنت عاوز اقول لك حاجه مهمه قوي. إذا كانت مهمة يبقى خليها للصبح. تصبح على خير. الدنيا بتلعب لعبتها، واحنا اللي عيني ضحيتها. الدنيا تحير وبتتغير، وبنمشي معاها في سكتها. الدنيا بتلعب لعبتها، واحنا اللي عيني ضحيتها. الدنيا بتلعب لعبتها، واحنا اللي عيني ضحيتها. الدنيا تحير وتقسم فرحتها علينا، وتقسم فرحتها علينا. واهل منها لما تكسر وتفرقنا عن بعضينا، وتفرقنا عن بعضينا. وحلوة الدنيا وتتبسم وتقسم فرحتها علينا، وتقسم فرحتها علينا. واهل منها لما تكسر وتفرقنا عن بعضينا، وتفرقنا عن بعضينا. الدنيا تحير وبتتغير، الدنيا تحير وبتتغير، وحمشي وراها في سكتها. الدنيا بتلعب لعبتها، واحنا اللي عيني ضحيتها. الدنيا بتلعب لعبتها، واحنا اللي عيني ضحيتها. الدنيا تحير وبتتغير، وبنمشي معاها سكتها. بعد هواي وطول احزاني، اللي بشوفه ده مش معقول، مش معقول. يصفى زماني افرح تاني، انا هتجنن، انا مذهول. بعد هواي وطول احزاني، اللي بشوفه ده مش معقول، مش معقول. يصفى زماني وافرح تاني، انا هتجنن، انا مذهول. الدنيا تحير وبتتغير، الدنيا تحير وبتتغير. لا نظرة ولا عروسة، أنا حتة تلميذة خايبة وبتسلى. معقولة؟
احمد خرج، ما تتعبيش نفسك وتبصي. عارفه وعشان كده جايه لك مخصوص. اهلا بيك يا ماما حنان. قولي لي احمد ما بيجيناش ليه؟ ما بيبقاش ليه؟ اصل احمد ده مشغول في المصنع. لا 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 يا عايده ما تكذبيش عليا، الحاج زعلان منه جدا، ما بيروحش المصنع خالص. الحقيقه اصحابه واخدينه ومشغول معاهم على طول في النادي. هو احمد جراله ايه؟ جراله ايه يا عايده؟ احمد هيبقى اب يا ماما حنان وهو لسه مش دريان. اب؟ تقولي احمد هيبقى اب؟ يا حبيبي ده هيبقى زي القمر. قولي لي هو احمد لسه معرفش؟ لسه، انا مش عارفه اقول له ازاي، انا خايفه. قولي له لازم احمد يعرف هو في حاجه في الدنيا احلى من الولاد. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. يا سلام، اوعي تتعبي نفسك في حاجه من غير داعي. ها بلاش المذاكره دي، ابقي ذاكري له لما يكبر. انا بذاكر علشانه، انا خايفه، خايفه على مستقبله. قولي لاحمد حالا، يمكن لما يعرف انه هيبقى اب ولما الحاج يعرف انه هيبقى جد يمكن يتصلح. عندي امل كبير ان الولد ده يقرب المسافه بينك وبينه. ومين قالك انه ولد يا ام حنان؟ انا حاسه انه هيبقى ولد، عمك الحاج بيموت في الولاد. قولي لاحمد الف الف مبروك. ماما حنان انا بنتي يا عايده. يا ده ما كانش خبر، ده هتقعد صاحي طول الليل؟ يا ريتني ما قلتهولك. احلى خبر سمعته منك في حياتي، احمد هيبقى اب وانت هتبقى جد. هسميه محمد، ولما يكبر ان شاء الله هو اللي هيمسك المصنع ويديره. يا اخي مش لما يجي الاول؟ قول ان شاء الله. ان شاء الله، لكن بقول لك ايه، عايده اخبارها ايه؟ اوعى تكون بتتعب نفسها كده ولا كده. اطمن، عايده كويسه، ابنك احمد هو اللي تعبها، ما بيرجعش البيت الا في وش الفجر. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ زي ما بقولك كده، وإذا ما كنتش مصدقني اسأل أحمد ابنك، ولا روح شوف بنفسك هو بيرجع البيت الساعة كام. إيه اللي صحيك لحد دلوقتي؟ أصل في حاجة مهمة أوي عاوز أقولها لك. بقول لك إيه؟ خليها للصبح. الصبح إمتى؟ إذا كنت بتخرج الصبح ما بترجعش برضه للصبح، يبقى أحكي لك إمتى؟ وإيه اللي عاوزة تحكيه؟ حاجة حاجة يمكن تخلي حياتنا طبيعية. طبيعية؟ وهي حياتنا مش طبيعية؟ أنت شايف إيه؟ أنا جايز ما قدرتش أحسسك بالبيت. يمكن ما تقولي في إيه؟ أنا قصدي يعني يمكن ابنك يحسسك بالبيت. ايوه ابنك يا مبروك. مبروك؟ ايوه يا احمد، الف مبروك. انت اتكلمتي؟ انت فاكره هي دي الطريقه اللي هتقعديني بيها في البيت؟ لا، كفايه اني بعت نفسي واتجوزتك. ها؟ مش مستعد ابيع الجزء الباقي من حياتي، فاهمه؟ بقول لك ايه؟ انا مش عاوز ولاد، سامعه؟ مش عاوز ولاد، مش عاوز ولاد، مش عاوز ولاد. يعني ايه الكلام ده؟ عايزه تسيبيني يا صفاء؟ احنا عمرنا ما كنا مع بعض يا غريب. لازم نسيب بعض يا غريب. صفاء احنا طول عمرنا لبعض. عمرنا ما كنا مع بعض يا غريب. كنت بضحك على نفسي، كنت متصوره انك بتحبني لغاية ما حسيت انك بتحب واحدة تاني، قلت يمكن يوم في الأيام أقدر أنسيها لك. صفاء، صفاء أنا ما تكذبش على نفسك يا غريب، اسأل نفسك لما كنت بتلمس إيديا كانت إيديك بتحس بمين؟ وعينيك كانت بتدور في عينيا على مين غيري؟ حتى شفايفك. لا
ليه بتقول الكلام ده دلوقتي يا صفاء؟ عشان ما اقدرش اواجه واحدة ما اعرفهاش، ما شفتهاش. عايشة معانا خطوة بخطوة، مع كل لحن جديد، مع كل يوم جديد. ما اقدرش احارب واحدة عايشة جواكي غريب. صفاء، خليك انت معايا يا صفاء. انت مش لوحدك يا غريب. عن اذنك. صفاء صفاء، الولد ده لازم يجي. انا مش عاوز ولاد، بس انا عايز يا احمد، ولازم الولد ده يجي. احمد، الحاج اتجوز والدتك علشان كان عايزك يا احمد. وجوزني العيدة عشان عاوز حفيد، مش كده؟ ما تنساش يا احمد انك مديل ليا بحياتك. انا لو ما كنتش عايزك ما كانش يبقى لك وجود. وجود؟ وايه قيمة وجودي اذا كنت ما قدرتش اختار حياتي؟ بلاش فلسفة على الفاضي. انا اخترت لك احسن حياة، لكن انت اللي بتخون بيتك وبتخون عيلتك. انت فاكر ان انا مش عارف انك بتسهر بره بيتك لوش الصبح؟ انا حر، انا عايز ابقى حر. هي دي الحريه في نظرك؟ انك تخون مراتك وعايز تقتل ابنك قبل ما يجي؟ حاج مش كده يا حاج؟ صحتك. سيبيني يا حنان امنع الجريمه دي قبل ما تحصل. انت السبب في الجريمه دي. انت اللي صممت ان انا اتجوز عايده مع ان عمري ما حبيتها، وهي كمان عمرها ما حبتني. انت اللي بتخون نعمه ربنا. انت ما تعرفش معنى انك تكون اب. لا انا عارف، عارف معنى ايه ان الواحد يبقى اب، عارف كمان معنى ايه ان الواحد يكون اب. احمد انت جننت يا احمد. سيبيني يا ماما حنان، سيبيني. عندي كلمتين عايز اقولهم. انت زمان كان نفسك وأملك تبقى اب، ودلوقتي نفسك تبقى جد، مش كده؟ هتبقى جد احمد. احمد سيبيه يتفرق. هيا جميلة. اقول لي بقى يا قمر، ايه الحكاية اللي انت عايز تقولها لي؟ ايه المفاجأة؟ اسمعي بقى يا ستي، انا خلاص بقيت ملكي. يعني ايه؟ يعني طلقت مراتي وسبت المصنع ومحدش له عندي اي حاجة. انت بتقول ايه يا احمد؟ انت اتجننت؟ لا يا نادية، انا فقت، بقيت حر. حر؟ وهتعيش منين؟ هنعيش عادي، هبتدي من جديد يا نادية. اهو ده الكلام بقى اللي ما احبوش، نبتدي من جديد ونعيش عادي. انا اكلت بالكلام ده زمان كتير وشبعت، وما عنديش استعداد اكرر المساله دي تاني. مساله؟ نادية انت بتقولي ايه؟ حبنا يا نادية، حبنا. انا ما قلتلكش اعمل كده. كان لازم اطلق مراتي. ازاي تطلع مراتك وهي حامل؟ وكمان المصنع هيروح منك. مفيش حاجه هتروح مني، مراته واللي في بطنها دول ملك ابويا، انما المصنع لا لا. ما اقدرش احارب كل دول. ساعديني يا ناديه، ساعديني اعيش حياتي، ساعديني ونبتدي سوا من جديد. انا ما اقدرش، ما اقدرش يا احمد، ما اقدرش ابتدي من جديد مهما كان الثمن. انا دلوقتي عرفتك على حياتك. انت كل اللي يهمك الفلوس وبس. ده مع فلوس يبقى حبيبك، ده معهوش بتطوري على غيره. تمام، الحمد لله ان انت فهمت كده من نفسك. حقيره حقيره، انا غلطت يوم ما عرفتك، وغلطت كمان يوم ما خليتهم يختاروا لي مستقبلي. انت حقيره 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 حقيره. مين؟ ست الحماء. ايه في ايه؟ الحاج جرى له حاجة؟ أخوك أحمد، أخوك أحمد تعيش أنت. أحمد انت وفين وازاي؟ دي حكايه كبيره يا غريب، وعشان كده انا جايه لك بنفسي. يلا بينا دلوقتي، وفي السكه هقول لك على كل حاجه. غريب جه يا حاج.
سلامتك سلامتك يا ابو. انت جيت يا غريب. انا يا ابني ظلمتك كتير قوي. عايز اموت انا مستريح. سامحني يا غريب. طبعا مسامحك يا ابو الحاج. بعدين انت جمل يا ابو الحاج، بكره تخف وتبقى زي الحصان. انا ليا طلب عندك يا ابني. انت تأمرني يا ابو الحاج. حفيدي حفيدي امانه في رقبتك يا غريب. دلوقتي بس انا استريحت. الحمد لله. يلا بينا نسيبه عشان يرتاح وانت كمان ترتاح من السفر. اتكلمي اتكلمي